تعالوا تحت تحت. انزل يا معلم انزل. يعني متابعي شبكة قدس الإخبارية، تحية طيبة لكم. قوات الاحتلال أنا متابعي شبكة قدس الإخبارية، تحية طيبة لكم. نحن الآن يعني في منزل الأسير مصعب أبو شخيدم، الذي من المقرر أن تفرج عنه سلطات الاحتلال يعني في ساعات اليوم، وتأخر وتم احتجازه أو اعتقاله من جديد. قوات الاحتلال بأعداد كبيرة اقتحمت المنزل وقامت بمصادرة الأعلام وصور وملصقات الأسير، وأطلقت القنابل الغازية باتجاه يعني أهالي وذوي الأسير وأصدقائه هنا في المكان. سنحاول الوصول إلى منطقة أعلى. يعني الآن جنود الاحتلال يتقدمون باتجاه الخيمة، خيمة تلس.
مبروك الكاميرا. ورا الخيمة. برلين أنا متابع مئات المواطنين الذين يعني من المفترض أن يكونوا في استقبال الأسير أبو شخيدم. الآن هم تعرضوا لحالات اختناق وملاحقة من قبل جنود الاحتلال الذين اقتحموا منزله بأعداد كبيرة في محاولة منهم للتنغيص. الآن يقوم جنود الاحتلال بفض الخيمة المخصصة لاستقبال الأسير. كما نتابع جنود الاحتلال يقومون بفض الخيمة من المواطنين الذين احتشدوا لاستقبال الأسير. يعني الآن إطفاء الكهرباء عن خيمة الاستقبال. جنود الاحتلال قاموا بإطفاء الكهرباء عن الخيمة المخصصة لاستقبال الأسير. أحد جنود الاحتلال يهدد المواطنين برش غاز الفلفل في حال يعني لم يبعدوا عن هذا المكان. الجنود الاحتلال يطلبون من المحتفلو أو يعني المواطنين وعائلة وأقرباء الأسير بالابتعاد عن موقعه. سنحاول الذهاب إلى خيمة الأسير. إلى الخيمة. يعني سنحاول الذهاب إلى الخيمة حيث قام الاحتلال بالقوة إخراج يعني أهالي وعائلات وأصدقاء
الأسير يعني الآن جنود الاحتلال يقومون ب يعني قص أحد الملصقات أو اللافتات الترحيبية بالأسير مصعب. عامر رجع لورا. عامر خلوه يجيب ابراح وينزل ابراح. لا يا زلمه اذا ليش تسوي انت؟ هو عشان بده يخلع. تعطوش يا زلمه ليش انت تسوي هيك؟ ليش مش عليها شيء؟ ليش يا زلمه؟ اسمع هل مش عليها شيء؟ ليش تسوي هيك يا زلمه؟ هو لازم بده يخلع حياته بده يخلع. ما فيها شيء، اعطيها انا ما فيها شيء. سكت قلبي يا بصيبة. ما هو يا زلمه بدي يدرسه على الخلع. قدم شوي قدم شوي وبيعرف متى بتعرف كتب اقول ايش كتب قران على زيد يلا يلا مع السلامه اطلع معنا للكابيل زي لون الكابيل انت موسيم افوتا لا ما انت اللي بس طلعت بايو لا ما يلا هلا بتقول لي لا ما انا بتعصب ضبط لي اخو يلا قامت انا توصل اخو يلا قديمه يلا 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 من اللي تبعته قلته صح يلا قديمه اخوها كولا خلاص ارجع 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 على الحوار
روح منهم يلا بيعتوا لي سلامة يا ولاد من جوب مين يطلع وروح هنا هذول خايفين يروحوا بالمختصر كل هالجيش كله بسلاحه وخايفين يروحوا يروحوا والله ارجعوا شوي خليهم يروحوا كل القوات والعداد الكبيرة من أجل مصادرة يافطة موجود عليها تهنئة من العائلة مجلس العائلة من والده من أشقائه فقط لا يوجد أعلام لا رايات يا شباب بالله عليك يا عم الناس عندك نص على الناس عندنا نص الناس بعيدين عنه احنا بنرجع مش بنروح الناس افهم بنروح ايش بنروح الناس بدنا نبين انه بنروح كويس قبلوا هنا الكابيل هذا المكان مكان استقباله تم احتراق مكان استقباله حتى هذه اللحظه حتى احراق المكان من الاداره من كراسي من حتى المتواجدين لا يريدون أي شخص في أي مكان لا يريدون لا أقارب لا عائلات ولا أي شخص لاستقباله حتى اليافطات يعني شاهدنا معكم ما المكتوب على اليافطات من مجلس العائلة من العائلة من عائلته من والده وأشقائه لا يوجد أي شيء له علاقة بالفصائل حماس بنيرة من الفصائل هناك مشكلات في الأخبار تحتجز مصعب وترفض الإفراج عنه وتفرض خيمة الاستقبال من جميع المتواجدين فيها يعني للتذكير متابعينا قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير مصعب أبو شخيدم المقرر أن يتم الإفراج عنه اليوم من سجون الاحتلال بعد قضائه 11 سنة في سجونها. قوات الاحتلال لا زالت لغاية الآن لم تفرج عن الأسير أبو شخيدم واقتحمت منزله وتمنع يعني في محاولة منها لمنع مظاهر الفرح واستقبال الأسير أبو شخيدم. قامت قوات الاحتلال بمصادرة اللافتات والأعلام الفلسطينية الموجودة على منزل الأسير وفي خيمته. يعني جنود الاحتلال هنا منعوا المواطنون وألقوا الغاز باتجاههم. لا
يعني جنود الاحتلال يحاولون منع الطواقم الصحفية من التغطية، ولكن هنا نحن باقون والتغطية مستمرة، وكما قال والد الأسير يعني سننتظر مصعب ونحتفل يعني بحريته ونستقبله مثل باقي الأسرى. حتى الخيمة كما تشاهدون كانت فرموها بشكل كامل، ولكن وما بين قوات الكلى وفي منزل عائلة الأسير مصعب أبو شهيدن الذي تقوم قوات الكلى في اللحظة الإفراج عنه. هو زي ما لما ينزلوا غطاريين شوف انا بقول لك قوم بالقوم، بس مش هذا كلام ولا حدا حكى معهم صار له لا نحن كيف تحكي معي مقابله مين انت؟ اسمي سيد جرادات من شبكة قدس. حياك الله. الله يسعدك. عمي يعني ان شاء الله دقائق يعني ان شاء الله بنقول لكم الحمد لله على سلامة مصعب وبتستقبلوا كمان هنا في شو الاحتلال بحاول انه يمنع هاي الفرحة. شو رسالتكم اليوم؟ عمي كيف رسالتكم اليوم والاحتلال بحاول ينغص الفرحة عليكم؟ الرسالة انت شايفها بعينك كيف قوات الاحتلال اقتحمت البيت بتاعنا، واليوم عمالهم برضو نفس الحاجة عمالهم نزلوا على الصوان هذي، وكلها كل هذا جيش العرعر الكبير اجا ارمشان يافطة مش علم كمانها ومش راية السعان، اما ان شاء الله رب العالمين العلم حينحط والراية حتنحط والصور حينحطوا رغم كل هذا الكلام. هم اجوا بس من اجل انهم يمغصوا فرحتنا في ابننا، فرحتنا في ابننا اللي امضى 11 عام، لكن كل هذا الكلام بغيازه فيهم، وهذا الكلام بامر رغم انه الامر اجى من جهتهم طياره هليكوبتر فوق عمالها وجيش من تحت وعماله بيقتحم البيوت على النساء. حتى تخيل ولد عمره 4-5 سنين الامانه طلعت على البيت من كثر ما هو خايف موسخ على حاله من هذا الجيش العرعر، وكلياته جاي من شان يافطه. لو السعان بعت تلفون او حضرته او غيره يمكن كان فكرنا ان نقيمها مش من قيمها، لكن هذا الاجرام اللي بيسووه عماله وبيرعبوا الناس وبيرعبوا الاطفال وبيرعبوا الضيوف اللي عندنا، هذا الكلام احنا ما بنزل من عزيمتنا اي شيء رغم كل هذه الصعاب ورغم كل هذه المرار. صبرنا 11 عام على سجن ابننا بمرارته كل يوم كان يعد عنا بألف عام، والساعة هاي برضو رغم كل هذا الكلام بالعكس ما كانت شيء، هذا كانت فرحة إنا جيتهم، بالعكس فرحة إنا إنه ابننا له قيمة، ولولا إنه إله قيمة وإله عزيمة وصاحب مقدار ما شفناش هذا جيرج العرعر بيجي عشان يافطة. ورح نحتفل اليوم بتحرره غصب عنهم بإذن الله العلي القدير، بإذن الله العلي القدير. حتى أقول لك حتى لو سجن في هذه الليلة برضو يا سيد العزيز فرحتنا موجودة، رغم إنه هذا لأنه ابننا صاحب عز صاحب كرامة ما بيقبل المهانة، ولولا إنه هو شوكة في حلقهم وله قيمة وله عزة وله مقدار في السجون لما كان إنما تشوف هذه القوة بتجي وطائرات هليكوبتر تنتين. مين العمين جايين؟ عمين تقدر توضح لي انت على مين؟ مين بيقدر يوضح لي عمين جايين؟ لولا انه يا سيد العزيز هذا الامر بالفعل ذات قيمه ما بيجوا، والحمد لله رب العالمين، وسنحتفل بخروجه باذن الله تعالى رضوا او ابوا باذن الله العلي القدير ان شاء الله. عمي ان شاء الله بالسلامه ان شاء الله. يعني سنحاور الأسير المحرر الذي أضرب عن الطعام يعني لمدة تجاوزت 4 شهور المقداد القواسمي، والذي يعني أيضا تكرر معه ذات الأمر في يوم الإفراج ويوم حريته. مقداد يعني بعد ما نزلوك من البوسطة كما يقال له تم اعتقالك لساعات والإفراج عنك في مكان آخر، لماذا يتبع الاحتلال هذه السياسة في يعني ملاحقة الأسرى حتى في لحظات الحرية الأجمل؟ ما حصل مع الأخ مصعب
محاولة لتنغيص أهل الأسير والفرحة بعد 11 عاما من الاعتقال ومرارة الاعتقال. يحاول هذا الاحتلال أن يشفي غليله ربما بالتنغيص على أهله وعدم مشاركة بالاحتفال. بالنهاية مصعب خرج وبالنهاية سيخرج مصعب وستكون هناك بإذن الله هناك الأفراح وهناك ستقام الأعراس وستقام المناسبات فرحا وابتهاجا بحضور الأسير البطل مصعب أبو شخيدم. هذا الاحتلال يحاول في كل لحظة في كل مكان في كل ساعة أن ينغص على أهل الأسير. نحن يعني لا يزيد من هذا إلا إصرار ولا يزيد من إلا قوة. فنحن أبناء فلسطين وأصحاب الحق وأصحاب الإرادة ونحن بعون الله متكلين على الله سنخوض بإذن الله كل أسير سيكون له بإذن الله هناك زفة وزفات حتى نبتهج ونرفعهم على الأكتاف ولأنهم ضحوا من أجل أوطاننا. شكرا شكرا أخي المقداد. يعني هذه كانت يعني من رسالة لربما أو توضيح من الأسير المحرر المقداد القواسمة الذي يعني حين لحظات الإفراج عنه تم اعتقاله ويعني الإفراج عنه من موقع آخر. يعني نحن معكم نذكر متابعينا من منزل الأسير مصعب أبو شخيدم ولا أي رؤية موجودة الذي من المفترض أن تفرج عنه سلطات الاحتلال يعني في هذا اليوم ولا زال معتقل. قوات الاحتلال بأعداد كبيرة جدا اقتحمت منزله في منطقة فرش الهوى في مدينة الخليل وقامت بمصادرة يعني البوسترات واللافتات التي ترحب به وتهنئه وتهنئه بحريته ولا زالت تتواجد. أيضا أصيب العشرات من المواطنين بحالات اختناق نتيجة إلقاء يعني قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع باتجاه يعني مئات المواطنين وأقارب وذوي الأسير لاستقباله.